طيب أول مثال هنا كده فكر بيقول لي سؤال: أي مما يلي يعد مثالا لتكيف الكائنات الحية للبقاء على قيد الحياة في بيئة درجة حرارتها مرتفعة؟ إيه من الأمثلة دي يعتبر تكيف مع درجات الحرارة العالية في البيئة؟ الحرارة العالية يخزن الصبار بقى في الصفار. تمام، برافو. طيب البيئة اللي موجودة حوالينا والصفات اللي موجودة فيها أو الخصائص اللي موجودة في البيئة لها دور كبير جدا في اختلاف شكل الكائن الحي وكمان سلوكه، تمام؟ بتخليه يحدد الموطن اللي هيعيش فيه. طبعا بيحدد الموطن بناء على ايه؟ اللي هيقدر يتكيف معاه، وكمان نوع الغذاء اللي هياكله. البيئة اللي هو فيها مش شرط يكون فيها جميع انواع الغذاء اللي هو بيحتاجه او بيحبه، لكن هيدور عليه في مكان تاني يكون ايه؟ يقدر يتكيف معاه. يعني الطيور مثلا اللي كانت بتهاجر من مكان لمكان آخر، هي مش قادرة تتكيف مع درجة الحرارة المنخفضة. لما فصل الشتاء جه على المكان اللي هي فيه وبدأت البرودة تبقى عالية، هي ما قدرتش تتحمل ولا هتقدر تلاقي الغذاء بتاعها. الطيور دي في الغالب يا رودينا بتبقى معتمدة على الأسماك البحرية اللي موجودة في المناطق الجليدية. الأسماك البحرية دي، الأسماك دي كمان في فصل الشتاء بتهاجر من المكان اللي هي فيه، بتروح لمكان دافي أكتر. فبالتالي حاجة زي الصقر والنسر في وقت فصل الشتاء أو وقت البرودة هو مش متحمل درجة الحرارة المنخفضة، وفي نفس الوقت الأسماك البحرية أو الكائنات البحرية الصغيرة اللي هو بيعتمد عليها في الأكل بيلتقطها من المية أو بيصطادها من المية، سابت المكان ومشيت هجرت. فبالتالي لا هيبقى في أكل ولا هيبقى في إيه؟ موت، مش قادر لا يتكيف مع ده ولا مع ده. فبيعمل إيه؟ بيهاجر من المكان اللي هو فيه لمكان تاني، مكان دافي أكتر بيقدر يلاقي فيه الغذاء بتاعه، وبيقدر إيه؟ يتحمل درجة الحرارة وبيتكاثر، عدده يزيد. عشان كده بنقول إن الصفات اللي موجودة في البيئة هي اللي بتحدد موطن الكائن الحي، وهي اللي بتحدد نوع الغذاء بتاعه. الدب القطبي زي ما اتكلمنا عنه في الدرس اللي فات، الفراء بتاعه كثيف، افتلك هو لو واقف جنب التلج ودار وشه بس ورجليه كده خبى نفسه في التلج مش هيبان، هو شكل التلج بالظبط. فهو بيستخدم الميزة دي أو الصفة دي في تمويه، التمويه يعني التخفي، ان هو يتخفى من اعدائه بحيث ان مفيش كائن حي يفترسه، وفي نفس الوقت ان هو يحصل على الغذاء بتاعه. طبيعي لو كائن حي صغير قدامه وشافه هيهرب لانه ضخم، لكن لو هو اتخفى من الكائن الحي ده لحد ما قرب عليه وهجم عليه وافترسه كده، هو هيقدر يحصل على الغذاء بتاعه. فبيستخدم الميزة دي في ايه؟ في التمويه أو التخفي، يا إما للحصول على غذائه أو للهروب من الأعداء. عندي حيوان اسمه البطريق الإمبراطور، ده موجود في القطب الجنوبي، القطب الجنوبي منطقة جليدية. التكيفات اللي موجودة فيه تكيفات جسمية، يعني تركيبية موجودة في جسمه. الجلد بتاعه سميك، طبقة الجلد نفسها سميكة جداً، ومتغطي من بره بريش كثيف علشان يحمي جسمه ويحافظ على درجة حرارة جسمه، لأن المناطق اللي هو عايش فيها طبعا إيه؟ مناطق جليدية تلج. فإزاي يحافظ على حرارة جسمه؟ عن طريق الفرو ده أو الريش الكثيف علشان يحميه من التجمد. تاني حاجة عندي وهو البطريق الأفريقي، بيعيش في سواحل جنوب أفريقيا. هو برضو جسمه محاط بطبقة من الجلد لكن مفيش ريش. تمام؟
تمام. في طبقة بسيطة من الريش كده محاطة بالعين بس. طب الطبقة دي بتعمل ايه؟ المناطق الساحلية على جنوب افريقيا، جنوب افريقيا معروف ان هو منطقة حارة جدا لانه قريب من دائرة الاستواء، اتكلمنا عنها في الدرس الاول. اي حاجة قريبة من في المفهوم الاول، اي حاجة قريبة من دائرة الاستواء درجة الحرارة بتكون ايه؟ مرتفعة جدا. فبالتالي المكان اللي هو فيه درجة حرارته مرتفعة، فما ينفعش جسمه يتغطى بالريش، هو كده درجة حرارة جسمه هترتفع جدا. فكل اللي عليه هو طبقة الجلد بس. تمام. تمام. تالت حاجة عندي وهي الثعلب القطبي. الثعلب القطبي موجود في القطب الشمالي، برضه بيعيش في منطقة جليدية، جسمه محاط بطبقة من الفرو، منها انه بيحافظ على جسمه في المناطق المنخفضة في درجة الحرارة دي، وفي نفس الوقت برضه بيساعده على التخفي، نفس فكرة الايه؟ الدب القطبي. تمام. بيساعده على الايه؟ التخفي من الاعداء. هو حجمه مش كبير، لكن معروف ان الثعلب مفترس. في نفس الوقت بيقدر يحافظ على نفسه من الأعداء، يعني هو لو قابل الدب القطبي، الدب القطبي طبيعي يهجم عليه لأنه أضخم منه في الحجم كتير جدا، لكن هو كمان بيقدر بالطريقة دي يتخفي عشان يحصل على الغذاء بتاعه. لو اتخفى في التلج طبعا مش هيبان، فلما بتقرب عليه الفريسة بيقدر إيه؟ يهجم عليها. تاني حاجة، رابع حاجة عندي وهي السحلية، سحلية الصحاري. دي موجودة في الصحراء. قلت لك ان لونهم دايما نفس لون الرمله، الكائنات اللي بتعيش في الصحراء سواء حيوانات كبيره او صغيره تلاقيها دايما واخده اللون البني، الفراء البني. طب دي طبقه الجلد بتاعتها زي ايه؟ جلد قشري بلون الرمال. يعني ايه جلد قشري؟ شايفه القشره بتاعت السمك؟ أيوة. هي دي طبقه الجلد بتاعتها، بس طبعا دي طبقه سميكه شويه عن ايه؟ السمك. خامس حاجة وهو الضفدع السام. الضفدع السام بيعيش في الغابات الاستوائية المطيرة. التكيف اللي في جسمه تكيف تركيبي، الذيل طويل والأذرع طويلة والعيون واسعة، العيون كبيرة. الألوان بتاعته حلوة جدا، يعني هو كشكل شكله لطيف جدا. عايش في غابة استوائية، والغابة دي موجودة فين؟ في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. تمام؟ الضفدع ده على قد ما هو شكله لطيف، لكن هو من الأنواع السامة. تمام؟ يعني القرصة أو العض منه بتسمم الجسم، يعني لو قرب عليه هو بيستخدم الميزة دي أو الصفة دي علشان يحمي نفسه. طبيعي إن هو صغير فأي حيوان يقدر يهجم عليه أو يفترسه. تمام؟ فبيستخدم الصفة أو الميزة دي إن هو لو قرص كائن حي بيسمم الجسم عنه. وطبعا بيختلفوا كل واحد، في كل الضفادع دي بتختلف في درجة السمية بتاعتها، مش كلهم زي بعض، والسم بتاعه قوي جدا جدا، بيأثر على الجهاز العصبي للجسم، بيرسل إشارة كهربية للمخ. تمام؟ بتخلي الجسم يحافظ على السم ده، يعني السم بينتشر بسرعة جدا، صعب إن احنا نسيطر عليه في الجسم أو نطلعه من الجسم. خلاص هو مجرد ما بيدخل الجسم، المخ بيرسل إشارة كهربية لجميع أجزاء الجسم، القنوات العصبية بيوقف الايه؟ او بيثبت او بيحافظ على السم في الجسم، ما نقدرش نطلعه. تمام؟ فهو على قد ما هو صغير لكن من الانواع الخطر جدا. تمام. تاني جزء عندنا بيتكلم عن البيئات المختلفة وخصائصها المختلفة. طبعا قلنا ان جميع المناطق اللي موجودة في مصر مش كلها متشابهة، عندي بيئات كتير مختلفة، في بيئة زراعية، في بيئة صناعية، في بيئات صحراوية.
في البيئة اللي موجودة في مصر اللي بتكون ذات طابع صحراوي وبتحتوي مثلا على الواحات وأودية النيل، في بيئات تانية زي الغابات كلها بيئة نباتية وفي نفس الوقت ببقى عايش فيها حيوانات. يعني أنا عندي صحراء ممكن تكون قريبة من وادي النيل، من أودية النيل، صحراء لكن قريبة من الواحة، أو الواحة موجودة إيه فيها، والواحات بيبقى فيها إيه مياه جوفية وأعين كتير. الأعين دي أو العيون المائية دي بتكون علاجية وفي منها صالح للشرب، فبالتالي هي صحراء لكن قريبة من مكان حيوي يقدر الكائنات الحية تعيش فيه. في نفس الوقت الغابات هي بيئة نباتية، كلها بيئة نباتية لكن هي موطن لحيوانات كتير جدا عادي، حيوانات بتقدر تعيش وتتعايش فيها، تحصل على الغذاء بتاعها، بتبني بيوت ليها. تمام؟ تمام. تعالي بقى نتكلم عن النباتات اللي موجودة في مصر. النباتات موجودة في مصر بنسبة كبيرة، لكن في الصحراء الغربية مثلا كمنطقة من الصحاري النباتات فيها نادرة جدا، قليل لما بتلاقي نباتات، وبالذات في أجزاء معينة من الصحراء. الصحراء كبيرة في أجزاء معينة منها خالية، يعتبر شبه خالية من النبات، النبات نادر جدا فيها. لكن لو في نبات موجود في الصحراء دي، الصحراء الغربية، بيقدر يتكيف مع الظروف المناخية اللي فيها. وطبعا ظروف الصحاري احنا قلناها قبل كده، أو الظروف المناخية فيها قاسية جدا، درجات الحرارة مرتفعة، جفاف شديد، ندرة الأمطار، ندرة نباتات، يعني المناخ قاسي وفي نفس الوقت الغذاء قليل. الأشجار دي زي إيه أو النباتات دي زي إيه؟ عندي أشجار الصمت، نوع من الأشجار اسمه الصمت، عندي النخيل، التين الشوكي، الشجيرات الشوكية والأعشاب. الشجيرات الشوكية دي أشجار كبيرة عادي، لكن الأوراق بتاعتها بيكون عليها أشواك، وأنا قلت لك في الدرس اللي فات إن هي بتستخدم الأشواك دي حماية ليها. الصحراء عشان النباتات فيها قليلة، فطبيعي لما حيوان هيلاقي نبات هيجري عليه، محتاج يتغذى. طب كده النبات ده هينقرض أو هيخلص، وبياخد وقت تاني كبير عما يطلع. الأشجار بتاخد أوقات كبيرة عما تطلع، فالأشواك اللي موجودة على سطحها مجرد ما النبات بيقرب منها بتعوره، بتعور إيه؟ الفم، فخلاص تمام. ما بيقربش ليها تاني. طيب النباتات دي ليها مميزات أو صفات معينة خليها تتكيف مع الإيه؟ مع البيئة دي. إيه هي الصفات دي؟ أول حاجة إن معظمها صغير، نباتات عشبية صغيرة، طالما هي صغيرة يبقى الجذور بتاعتها إيه؟ قصيرة، عكس الأشجار. الأشجار الجذور بتاعتها بتبقى ممتدة ممكن لأمتار في بطن الأرض، لأمتار في داخل الأرض، داخل سطح الأرض. اللي بيحفر عشان يطلع شجرة من مكانها، يقتلع شجرة من مكانها، بيكون صعب جدا. ليه؟ لأن الجذور بتاعتها طويلة ومثبتاها في الأرض. لكن النباتات العشبية بقى لا، هي المجرد بس حفر بسيط كده على الوش أو على السطح بتلاقيها طلعت معاكي على طول. طب الصفة دي بتفيدها في إيه؟ المطر لما بيسقط على سطح الأرض طبعا التربة بتمتصه، لكن أيوه المطر في الصحراء قليل. التربة لما بتمتصه مثلا بيوصل لعمق بسيط، فالنباتات الصغيرة دي بتقدر تشرب المية بسرعة، مجرد ما المية تنزل والأرض تمتصها على طول هي بتلحقها بقى من على الوش قبل ما تنزل لباطن الأرض، هي بتلحقها عشان إيه؟ تحافظ عليها على نفسها، تقدر تنمو، هي كده حصلت على المية بتاعتها. تاني حاجة، تمتلك شعيرات أو أشواك لإبعاد الحيوانات آكلة العشب. قلنا إن الحيوانات بتعتمد باعتماد كبير على الإيه؟ النباتات في الصحاري. فالأشواك دي بتحافظ على النباتات إزاي؟ إن لما الحيوان يقرب منها بتعوره، بتبعد عنه الإيه؟ بتبعد عنها الحيوان. تالت حاجة، بتمتلك سيقان وأوراق سميكة، الساق بتاعها سميك تخين، وكمان الورقة سميكة مش رفيعة ولا ضعيفة.
الورقة بتاعتها بتبقى تقيلة شوية. ليه بقى؟ علشان تخزن المية. هو المطر ما مش بيسقط كل يوم، يعني مش كل يوم هتلاقي مطر وهتلاقي مية ترويها، فبالتالي لازم تخزن في جسمها شوية، سواء في الساق أو في الأوراق، علشان بتحتاجها أو بتلجأ لها لما بتإيه تقرب على مرحلة جفاف. هي محتاجة مية خلاص، فبتبدأ تسحب، مفيش أمطار حواليها، فبتبدأ تسحب من اللي هي مخزناه فين، سواء في الساق أو في الورق، فبالتالي بتقدر تعيش لفترة طويلة أو تتحمل فترة طويلة قلة الإيه سقوط الأمطار. تمام. تمام. وفي بعض النباتات اللي موجودة في الصحراء بمجرد ما المطر بيسقط بتنمو سريعا، ما بتاخدش وقت، في خلال أسبوع ممكن تلاقي النبات ظهر وكبر بسرعة وتوصل لمرحلة الازدهار، تنمو سريعا، وكمان بتطلع إيه ثمار، والثمار بتاعتها بتكون قادرة برضو متكيفة مع البيئة اللي هي فيها، قادرة إن هي تتحمل الظروف المناخية القاسية لفترات طويلة، بتتحمل قلة المطر، ارتفاع درجة الحرارة والجفاف لفترات طويلة. تمام يا جميل؟ تمام. طيب هنا بيقول لي فكر، يتكون النظام البيئي من كائنات حية مثل النباتات والحيوانات، وعندي عناصر غير حية زي الماء والهواء وضوء الشمس. طيب إيه اللي هيحصل أو ماذا يحدث عند غياب أحد العناصر غير الحية من النظام البيئي؟ هل هيتأثر النظام البيئي ولا مش هيأثر عليه؟ لا هيتأثر. طبعا احنا قلنا ان النظام البيئي زي نظام جسم الكائن الحي بالظبط. لو حصل خلل في جسمنا في عضو او في جهاز من اجهزة الجسم، بيأثر على باقي الجسم ولا لا؟ يأثر. لان كلهم ايه مترابطين، بيكملوا بعض. بالظبط هو ده النظام البيئي. العناصر الحية او العوامل الحية والعوامل الغير حية بتتشارك مع بعضها في تعاون ما بينهم، فلو حصل خلل في أي عنصر منهم بيأثر على باقي السلسلة. هنا بقى هنتكلم عن العوامل الحيوية واللا حيوية وطرق التكيف. الكائن الحي سواء إنسان أو حيوان أو نبات بيعتمد على الموارد الطبيعية اللي موجودة في البيئة حواليه بنسبة كبيرة. الموارد الطبيعية مية، هواء، شمس، اعتماده عليها اعتماد كلي. النباتات بتكون مزدهرة وبتنمو بشكل صحي وشكل أفضل لما بيكون متوافر لها ضوء الشمس والمية. ليه؟ لأن هي بتقوم بعملية البناء الضوئي، وده محتاج ضوء شمس ومحتاج إن هي تتروي بالمية. منها بتحصل على الغذاء بتاعها، ومنها بتفيد البيئة بإن هي بتخرج لينا الأكسجين وبتاخد ثاني أكسيد الكربون. طيب لو مفيش مية، النبات بيحصل ليه جفاف وبيموت. طب لو مفيش شمس وفي مية، طب ماشي، ما هو من غير ضوء الشمس مش هيقدر يقوم بعملية البناء الضوئي حتى لو المية موجودة، لازم الاتنين يتعاونوا مع بعض. يبقى غياب عنصر واحد في السلسلة خلاص هيدمر حياة النبات. في نفس الوقت الحيوانات، أما بيكون فيه طعام، بيكون فيه الماء، بيكون فيه الموطن أو المأوى، المكان اللي بتعيش فيه، بتقدر تعيش بشكل طبيعي. طب لو حصل خلل في أي جزء من دول، الكائن الحي بيتأثر أو بيحصل له تدمير كلي. خلاص هو الطعام لو مش موجود يموت، المية لو مش موجودة برضه هيموت، البيت لو مش موجود هيتشرد، هيتأثر بالعوامل اللي حواليه، أي عامل سلبي في البيئة هيأثر عليه، فبالتالي ده هيضعف الحيوان ويخليه إيه يمرض ويموت. فإيه هو النظام البيئي بقى؟ النظام البيئي منطقة طبيعية، البيئة الطبيعية اللي احنا عايشين فيها بيحصل فيها تفاعل بين العوامل الحيوية اللي هو الكائنات الحية، إنسان، حيوان، نبات، وبين العوامل اللا حيوية اللي هي ضوء الشمس والمية والهواء. تمام؟ تمام.
النظام البيئي عندي بينقسم لنوعين، في نظام بيئي صغير وفي نظام بيئي كبير. فرق بينهم ايه؟ النظام البيئي الصغير مكان او مسطح صغير كده زي الارض الزراعية مثلا، بيكون فيها حشائش وحشرات واعشاب ضارة. في نوع من الاعشاب كده بينمو جنب النبات، يعني مثلا الخضار اللي احنا بناكلها، الجرجير او الخس، اللي بنجيبهم منين؟ من الارض الزراعية. احيانا كده تلاقي فيها عيدان كده شبه الايه، تبقى اوراق رفيعة وطويلة كده صغيرة، يقولك ده غلط يتاكل، العشب ده ضار، ما ينفعش ان احنا ناكله. ممكن الحيوان ياكله لكن احنا لا، لان الحيوان ما بيبقاش مفرق، اي عشب بالنسبة له بياكله. فدي بتكون ايه، نظام بيئي صغير، مكان او مسطح صغير فيه ايه، كائنات حية صغيرة، وفيه ايه، نباتات. بس النباتات عبارة عن حشائش وأعشاب، والحشائش والأعشاب دي طبعا ايه، مستواها او ما بتكون صغيرة جدا في الأرض. عندي بقى نظام بيئي كبير. النظام البيئي كبير نظام زي نظام الصحراء، القطب الشمالي، القطب الجنوبي، الغابات، ده أنظمة بيئية كبيرة. رقعة الأرض الزراعية اللي في النظام البيئي الصغير دي انت تقدري تتمشيها خطوتين ثلاثة كده، تقدري تمشي فيها. إنما النظام البيئي الكبير عبارة عن بيئة كاملة. الصحراء حجمها بيبقى قد إيه؟ القطب الشمالي أو القطب الجنوبي مناطق جليدية كبيرة جداً. القطب الشمالي ده في نوع من الحيوانات اسمه حيوان الرنة، هو شكل الغزلان شوية أو قريب منها، لكن الغزلان بتكون أرفع. حيوان الرنة ده بيعيش على الأعشاب، وبالرغم إن هو حجمه بالنسبة للذئاب كبير، يعني الذئب حاجة صغيرة جدا بالنسبة له، لكن هو بيقع فريسة للإيه؟ الحيوان مثل الذئب ده، الذئب بيقدر يخلص عليه بسرعة. هو حيوان كحجم أكبر من الذئب، لكن كافتراس لا، الذئب مفترس عن الحيوان ده، عن حيوان الرنة، زي الغزلان بالظبط، بقى كائن مسالم يعني. فكتير من الفرائس بتقدر تسيطر عليه بسرعة. تمام. تمام. وكل كائن حي في النظام اللي هو موجود فيه، سواء نظام بيئي كبير أو نظام بيئي صغير، بيقدر يعيش ويتعايش مع النظام ده بمجرد إن هو عاش فيه فترة طويلة وقدر يتأقلم ويتكيف على المناخ وعلى الأكل اللي موجود فيه وعلى الحيوانات اللي موجودة فيه، خلاص بيقدر يعيش فيه. وقلنا إن العوامل، الكائنات الحية اللي موجودة في أي بيئة زي الإنسان أو الحيوان أو النبات، أي حاجة بتتنفس محتاجة إن هي تتنفس أكسجين، محتاجة إن هي تاكل وتشرب، دي بنسميها عامل حي. لكن الحاجات التانية اللي ما بتحتاجش للتنفس ولا بتحتاج أكل أو شرب، لأ، عوامل غير حية. إيه هي العوامل اللاحيوية اللي موجودة حوالينا؟ قلنا ضوء الشمس، الهواء، التربة، المية، الأمطار، درجة الحرارة. دي حاجات إحنا مش متحكمين فيها. طيب العوامل اللاحيوية دي بتأثر على نمو الكائنات الحية، وكمان ممكن تكون سبب إن الكائنات الحية دي تنقرض. جميع الكائنات الحية اللي موجودة على الأرض محتاجة المية وضوء الشمس والهواء، الثلاث حاجات دول أساسيين لحياة الإيه؟ الكائن الحي. في حالة تغير المناخ اللي موجود حوالينا في البيئة، أو العوامل اللاحيوية اللي إحنا قلناها من شوية، ضوء شمس أو هواء أو تربة أو مية أو الأمطار أو درجة الحرارة، أي خلل في الخمس حاجات دول هيأثر على حياة الكائن الحي. والخلل هنا أقصد بيه حاجة سلبية، يعني مثلا درجة الحرارة لما بترتفع بنسبة كبيرة جدا جدا جدا، قادرة إن هي تموت النبات ولا لأ؟ أدري. ما هي درجة الحرارة سقوطها على النبات هي بيعمل عملية البناء الضوئي عن طريق ضوء الشمس، لكن لو ما ننساش احنا واخدين في المفهوم الأول،
إن النبات بيقوم بعملية اسمها عملية النتح. لما الشمس بتسقط عليه، المية اللي في الأوراق بتاعته بتتبخر، فلو درجة الحرارة كبيرة، المية اللي هو مخزنها في الساق والأوراق كلها اتبخرت، فبالتالي النبات هيحصل له جفاف وهيموت. ودي حاجة بسيطة من العوامل اللاحيوية اللي بتأثر بيها إيه؟ اللي بتقدر تأثر بيها على حياة الكائن الحي. الأمطار، الأمطار قلنا إن لو سقطت بكمية كبيرة جدا ممكن تسبب فيضان ولا لأ؟ أيوة. الفيضان ده بيقتل العوامل الحيوية، الإنسان والحيوان والنبات قادر إن هو يدمر التلاتة، يدمر البيئة كلها مش بس العوامل الحيوية. طيب عندنا إيه تاني؟ كمية الضوء وشدته في نمو النبات. إحنا قلنا كمية الضوء، هو الضوء بيساعد على نمو النبات، لكن في حالة شدته أو الزيادة عن المعدل الطبيعي اللي النبات محتاجه، ده هيأثر على النبات بالسلب مش بالإيجاب. في عندي نباتات بتستجيب للظلام، يعني نباتات بتقدر تنمو في الظلام عادي ما بتحتاجش الضوء، لكن النباتات دي قليلة جدا. تمام؟ باي. وفي الأوقات إحنا طبعا عندنا الوقت بتاع الصيف بيكون النهار أطول من الليل على عكس الشتاء، فالنبات في الصيف تلاقيه دايما مزدهر. ليه؟ لأن الوقت اللي بيتعرض فيه للضوء بيكون أكبر، يقعد وقت طويل الجو نهار في ضوء في شمس، فتعرضه للضوء وقت أطول بيخليه ينمو بشكل أفضل ويثمر. بتكون فيه زهور كده، الزهور الملونة اللي بتكون موجودة على النباتات دي تلاقيها دايما موجودة في فصل الصيف مش في الشتاء. دي بتبقى ليه؟ ليه؟ عشان هو بيتعرض فترة طويلة للإيه؟ للضوء. لكن الضوء الشديد زي ما قلنا، ضوء الشمس لو درجة حرارتها ارتفعت والضوء بتاعها كان شديد، الشمس لما في فصل الشتاء دايما تلاقي الضوء بتاعها ما يضايقكيش، لو انت ماشية فيها ما يضايقكيش، مريح. لكن فصل الصيف لا، فالضوء الشديد ليها، ضوء الشديد بتاع الشعاع ودرجة الحرارة المرتفعة يتلف النبات، سبب الجفاف زي ما قلنا لأنه بيقوم بعملية النتح، أو ممكن الورقة نفسها تتحرق يحصل فيها حروق، الجلد بتاعها أو السطح بتاعها يتفرفت يبوظ. تمام، تمام. نيجي هنا لنقطة تانية وبيتكلم عندي عن محدودية الموارد في الصحراء. يعني إيه محدودية الموارد؟ اتكلمنا عنها كتير في الدروس اللي فاتت، هي ندرة الموارد في الصحراء. ليه؟ لأن المناخ قاسي، فبالتالي الأمطار قليلة، ويعني ندرة المية، ندرة الغذاء مفيش أكل، ندرة النباتات، المياه الجوفية قليلة، صعب جدا أو كل مسافة بعيدة جدا عما تلاقي البئر، أو تحفري في مكان وتلاقي فيه مياه جوفية أصلا. ليه؟ لأن الأمطار قليلة، فبالتالي الأرض ما بتمتصش كمية كبيرة. وفي نفس الوقت ارتفاع درجة الحرارة بيخلي المياه تتبخر من الأرض، يعني المياه ما بتتبخرش من النبات بس، الأرض نفسها أو التربة نفسها لما بتتعرض فترة طويلة لدرجة الحرارة نسبة المياه اللي فيها بتتبخر. وقلنا برضو إن بالرغم من الظروف القاسية اللي موجودة في الصحاري، لكن في نباتات بتقدر تتكيف مع ده. زي إيه؟ عندنا نباتات ليها جذور طويلة جدا زي النخيل. قلنا النخيل أو الأشجار الكبيرة الجذور بتاعتها بتكون ممتدة لأعماق كبيرة في باطن الأرض، وده اللي بيكون مثبتها. طيب إضافة على إن هو مثبتها في الأرض، ومثبتها ده بمعنى إن الجو لو الجو مثلا قلب وحصل رياح شديدة أو عواصف، لو الجذور مش كبيرة أو مش طويلة ومثبتة النبات كويس في الأرض، النبات ممكن يقع. فالجذور الطويلة فايدتها في كده. والفايدة التانية، بتساعد النبات إن هو يمتص المياه الجوفية اللي موجودة في بطن الأرض، في كميات مياه متخزنة في بطن الأرض، فمن كتر ما الجذور دي طويلة بتقدر توصل للمياه اللي موجودة في بطن الأرض دي وتمتصها. عندي نباتات تانية ليها جذور قصيرة،
ففي حال ان المطر نزل، مجرد ما بينزل على طول تشرب المية اللي نزلت على الارض دي، وبتنمو وبتزدهر وفي فترة قصيرة جدا، وبتطلع الثمار كمان. تمام. تمام. وبتقدر تمتص اقل قطرة مطر او قطرة ندى، يعني لو في شوية ضباب كده نزلوا، هي بتاخد منهم قطرات الندى اللي نازلة دي تشرب تخزنها. تمام. عندي نقطة هنا بتقولك تتشكل أحيانا برك الماء من برك من الماء داخل الصخور بفعل الأمطار. لو المية نزلت كتير، أحيانا بيبقى في صخور مجوفة المية بتتخزن فيها، فبتعمل لي بركة صغيرة وكده إيه داخل الصخر. لكن بسبب ظروف الصحراء القاسية، قلنا قبل كده إن البرك طالما قال لي بركة يعني منسوب المية فيها قليل، والكمية كمان قليلة، فبركة المية دي قادرة إن هي تتبخر بسرعة جدا لو درجة الحرارة ارتفعت. طيب الصحاري اللي موجودة في جميع أنحاء العالم كلها صحاري حارة، درجة الحرارة مرتفعة جدا والظروف المناخية فيها قاسية جدا؟ لا، الصحاري الحارة جدا دي بتكون دايما في المناطق أو في القارة القطبية الجنوبية، لكن في صحاري عندي بيكون فيها ولو نسبة 30-40% كده من الحياة، درجة الحرارة نوعا ما أقل من الصحاري الأخرى اللي هي موجودة في القارة القطبية الجنوبية اللي درجة الحرارة فيها لا تحتمل. لا، في صحاري تانية تكون درجة الحرارة منخفضة على مدار السنة، يقدر يقدر النبات ينمو ويقدر الحيوان يعيش في درجة الحرارة دي ويتحمل أكتر ندرة المية. وبما إن درجة الحرارة منخفضة يعني الجفاف قليل، وفي نفس الوقت الأمطار بتسقط فيها أكتر من الإيه الصحاري التانية. وكمان في الصحاري دي بالليل درجة الحرارة بتنخفض جدا جدا تحت الصفر بكتير، يعني أقل من درجة التجمد. تمام. وطبعا الحيوان اللي بيقدر يتكيف مع ظروف البيئة الصحراوية أو البيئة اللي هو عايش فيها مهما كان المناخ قاسي، هو ده اللي بيقدر يعيش. لكن لو الحيوان ما قدرش يتعايش مع البيئة دي، للأسف بيموت. ولو عدده قل بيتعرض، أو ده اللي بيقولك بيهدد حياة الحيوان أو بيعرضه للانقراض. طيب نيجي بقى للعوامل اللاحيوية وطرق التكيف معها. طبعا قلنا العوامل اللاحيوية المية والضوء والشمس والهواء، دي عوامل رئيسية في حياة الكائن الحي. تمام. الصفات اللي في جسم الكائن الحي، الصفات التركيبية اللي احنا اتكلمنا عنها دي، بتساعده انه يتكيف مع الايه مع العوامل اللاحيوية، وبيحصل على الاشياء اللي يحتاجها من البيئة اللي موجود فيها. يعني الصفات التركيبية اللي في جسمه، وليكن زي الزرافة، الزرافة مثلا طويلة جدا، وهي بتتمشى في الصحراء كده، الاشجار او النخيل المرتفع طويل قوي ده، ما يقدرش حيوان صغير ان هو يوصل للنباتات بتاعته او للورق بتاعه ياكله، لكن الزرافة تقدر. الحجم او الطول بتاعها بيسمح لها ان هي ايه ترتفع وتلتقط الاوراق او الثمار من الاشجار وتاكلها. ده نوع من التكيف اللي بيخليها تتكيف مع البيئة اللي هي موجودة فيها. والصفة دي بتتنقل للنسل، يعني ايه يعني الصفة الوراثية دي او التركيبية بتتنقل من الاب والام في الحيوان للأبناء، وده قلناه في الدرس الأول. نيجي بقى لتأثير الضوء على نمو النبات. طبعا قلنا إن كمية ضوء الشمس اللي هتسقط على النبات بتأثر عليه تأثير إيجابي وتأثير سلبي. تأثير إيجابي في حالة إن هي تسقط بالمعدل الطبيعي اللي النبات محتاجه عشان يقوم بعملية النبات البناء الضوئي
ويحصل على الغذاء ويدينا الأكسجين وياخد ثاني أكسيد الكربون من الجو. طيب لو حصل العكس أو كمية الضوء زادت عن المعدل المطلوب، خلاص إن النبات بينضر. تمام؟ شايفة النبات اللي موجود عندنا ده، النبات الزهور الملونة دي، نبات الأقحوان. قلتلك إن النباتات دي أو اللي بتطلع الزهور الملونة دي دايما تلاقيها مزدهرة بس في فصل الصيف، في فصل الشتاء بتقع. طب ليه؟ لأن في فصل الصيف فترة النهار بتكون أطول من فترة الليل، فهو بيتعرض للضوء وقت أطول شوية، وده بيساعده على إنه ينمو ويزدهر ويطلع الزهور الحلوة الملونة دي. تمام. نمو النبات بيتوقف على عدة عوامل، منها إيه؟ شدة الضوء ومدة التعرض للضوء، وناخد بالنا من الجزء ده علشان هيجيلي في أكمل. يتوقف نمو النبات على عاملين، هما شدة الضوء ومدة التعرض للضوء. شدة الضوء يعني كمية الضوء اللي هتسقط، طب ومدة ال أو واللي هيمتصها النبات. طب مدة التعرض للضوء بقى، الوقت اللي هيتعرض فيه للضوء، الساعات اللي هيتعرض فيها للضوء. تمام يا جميل؟ أيوة الدرس سهل، أيوة حل مع بعض بقى شوية. تمام، بس يلا المفروض يا جميل، ياخدها واجب. عشان احنا بنكسل عن الواجب كل مرة وما بنبعتوش، فاحنا نحله مع بس بعض لا احلى. أيوة، بس انت ما بتدريش. ما عشان والله بنكسل، اديتك قبل كده واجب وما نبعتش. يعني حتى الامتحان بتاع المرة اللي قبل اللي فاتت ده قعدنا 2 أو 3 على ما بعتيه للامتحان. معلش صورة عامة الدكتور. احنا بنطبق، بس كده كده انا بسيب لك اسئلة المفهوم كلها، بتحليها تحليها لوحدك، تبقى كبيرة وبنحلها. فخلينا نحل ده كتطبيق على الدرس بس. تمام يا جميل، يلا. بس انا كنت عايزه اخد واجب، لان انا دايما ما باخدش واجب. عايزة هبعت لك انا الواجب، هبعت لك صفحة واجب النهاردة تحليها، هنحل دي وهبعت لك صفحة واجب تانية. ماشي؟ تمام. يلا يا قمر. تربو نباتات حيرة تتوافر لها جميع وسبق. برافو. جميع ما يلي من أمثلة العوامل الحيوية بعضها حشرات. برافو. تمتلك بطريقة الإمبراطور جلد لتحمي شبيك. جلد سميك. تمتلك النباتات يعيش البطريقة الأفقية على طول. واحدة واحدة. سواحل سواحل أفريقيا. جنوب أفريقيا. تترك النباتات الصحراوية صقور وأوراق سميكة لتساعده على تساعدها في اللي هو الحيوانات ما ياكلهاش. لا، هي الأوراق السميكة والسيقان دي بتخزن فيها المياه. تمام صح. تحتاج النباتات الى الى ماء وضوء شمس لتنمو وتزدهر. خليت السؤال الرابع، خمس. أيوة، قد تتسبب زيادة مقدار
الشمس. رحمكم الله. الله حق الله. الشمس. هتبقى الشمس يعني. بس تمام، الشمس وإيه؟ قد تتسبب زيادة مقدار إيه؟ مش الشمس يعني، ضوء الشمس. تمام. النظام البيئي هو عبارة عن مجتمع ينتج منه تفاعل حيواني ونباتي. لا، هي العوامل الحية والعوامل الحيوية واللا حيوية. الحيواني حيواني. والنباتي الاتنين حيوي، وأنا لازم يبقى عندي حيوي وغير حيوي. حيوي ولا حيوي؟ اوكي، اه يعتمد نمو النباتات، قصدي نمو الكائن الحي، على مدى توافر احتياجات الأساسية. صح. تمام. يختلف شكل الكائن الحي وسلوكه باختلاف موته وأنواع الغذاء ولو. صح. برافو. يمكن أن يعيش النبات ذو الجذور القصيرة في الصحراء القاسية. صح. تمام. تعتبر العوامل اللاحيوية من العوامل الرئيسية والدافع الأساسي لتكيف الكائن الحي في النظام البيئي. غلط. ليه؟ العوامل اللاحيوية، صح. صح، لأن المية وضوء الشمس والهواء من الأساسيات اللي بيقدر من خلالها الكائن الحي يتكيف مع البيئة. يعد حيوان الرنة أحد عوامل اللاحيوية في النظام البيئي. خطأ. حيوان. تمام. يمتلك الضفدع السام جلد قشري بلون الرمال. لأ. لا، ده اللي بيمتلك جلد قشري السحلية. تمام. خلاص، هسيب لك بقى الأسئلة الباقية واجب من 4 لـ6. ماشي، إن شاء الله. وهبعت لك برضو صفحة كمان كده تحليها.